بس في التعليم الفني كنت قلت لحضرتك وجبنا ضيوف قبل كده شباب، نسبة التعليم الفني في الجامعات فيها مشكلة كبيرة جدا، وعرضنا المشكلة وبتاع وقالوا هنعمل وهنسوي، ما حصلش حاجة أبدا. الولاد جولي امبارح ما كانش عندنا وقت، فقلت لهم النهارده يجوا معايا يعيدوا شرح الحكايه في دقائق بس على ما يخشوا الاستوديو في مهرجان اتعمل من فات قديم متاه صحيح. ده يعني عشان محاوله لاستعاده ايه الحرف المصريه القديمه. نشوف التقرير ونرجع على طول ان شاء الله. بيت السناري هو بيت أسري في منطقة السيدة زينب، والبيت حالياً يتبع مكتبة اسكندرية، وبنقوم فيه بأنشطة علمية وفنية وثقافية، وعشان كده اسمه بيت العلوم والفنون والثقافة. ومعنا دلوقتي اللي هو مهرجان من فات قديم متاه، ودي الدورة الخامسة ليه، وبيبقى معنا في كل سنة دولة ضيف شرف، فضيف الشرف معانا السنة دي هي دولة السودان. الفكرة من مهرجان من فات قديم وتاه هو الحفاظ على الحرف اليدوية واللي قربت على الاندثار، ودي حفاظ على الهوية المصرية والتراث بتاعنا. بنندى للناس الجديدة، يعني بيجي واحد بيتفرج عادي أول مرة يشوف. أنا في بنت لسه جاية دلوقتي بتقول أنا أول مرة أشوف دي، ممكن أتعلمها؟ دي ده اللي احنا بندور عليه، بنحيي التراث القديم. طب هما يعرفوه ازاي؟ هيعرفوا ان في تراث قديم ازاي؟ ما هم شافوش الحاجات دي. طب اي حد بيعدي على الجامع يلاقي الشبابيك موجوده، طب ما هو ما يعرفش اتعملت ازاي. لما بيجي هنا بقى ويشوف مثلا انا بعملها، فبقول لا انا عايز اتعلمها، فبتبدا ننتشر. انا شغلتي اساسا زجاج معشق بالجبس. يعني ايه؟ انا بجيب الجبس اللي هو بنعمله اللي هو بيتباع في المحلات العادي اللي بتعمل منه البرامي والحاجات دي والكرانيش، فانا بجيب الجبس ده وبشتغل عليه الرسومات اللي انا عايزها. انا بصنع الكليم ده عندنا في مدينه فوق محافظه كفر الشيخ. المدينه دي مشتهره بانتاج الكليم على مستوى جمهوريه مصر العربيه. انا اساسا كنت فارش البيت ده كله، بيت السناري كنت فارشه كليم يدوي، فهم عرفوني عن هذا الطريق يعني، فاستدعوني ان انا احضر معهم في المعرض عشان جوده المنتجات بتاعتنا. الشغل بتاعنا ده كليم اليدوي، معظم انتاجه بيتباع في الغردقه وفي شرم الشيخ للاجانب، انهم بيعشقوا الحاجه الهاند ميد. يا ريت تتعمل حاجه زي كده، نوسع قاعده المعارض دي، لانها بتدينا فرصه ان احنا نعرف الناس بمنتجاتنا، بتدينا فرصه في التسويق اكتر، الناس كلها تشوف المنتج بتاعنا ويعرفه. هي فرصه ان حد يهتم بالفن المصري، لان الفن المصري القديم بيبتدي يندثر، وخصوصا عرايس المارينيت وعرائس الدميات، الدمية اللي كانت أجدادنا بتعملها زمان برضو ما بقتش موجودة. فياريت يعني جميع الهيئات الأثرية تهتم بالفن المصري القديم ونحيه من الأول. النهاردة إن شاء الله هيبقى الختام بتاع المهرجان بتاع من فات قديم وتاه الدورة الخامسة، وبرجو بقى من المشاهدين كله يتابعنا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك باسم بيت السناري عشان يتعرفوا على الأنشطة بتاعتنا ويتواصلوا معنا. وإن شاء الله السنة الجاية يبقوا مشاركين معنا في مهرجان من فات قديم وتاه، بنعلن طبعا عنها قبل المهرجان بفترة، يتابعونا وإن شاء الله يبقى في عدد أكبر إن شاء الله السنة الجاية. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. معانا الاستاذ ابراهيم حسن المتحدث باسم الطلاب الفنيين. ازيك يا ابو خليل؟ كلمنا كتير طيب. عايزين بقى ناخد من يوم ما كنتوا معانا هنا في الاستوديو منورنا لغايه اللحظه دي، فات اظن 15 يوم. 15 يوم يا فندم. ماذا تم؟ مفيش اي حاجه تمت. احنا قعدنا 15 يوم ننزل نتظاهر او نعمل وقفات احتياجيه، مفيش اي عملونا خالص. حسنا يعني لو احنا بقينا طلاب احنا مهمشين يعني، كانوا قالوا زودوا عدد الطلاب وكده ولا اي حاجه يا فندم، ولا عبرونا. احنا ما حدش كلمنا اساسا، احنا كل ما نروح هناك مفيش اي جديد يا فندم حضرتك، مفيش مسؤول نزل من الوزاره كلمنا ولا اي حد يا فندم، مفيش حد بيقف معانا. رحنا اخر ما زهقنا طلعنا رئاسه الوزراء، قلنا بقى خلاص يعني. هو عشان اللي ما حضرش معانا اللقاء ما سمعش ابراهيم قبل كده، انتوا ليكوا نسبه تخش 10% من الولاد اللي مخلصين المعاهد الفنيه التعليم الفني الثانوي الفني تمام يخشوا الجامعه 10% في كل جامعه. تمام، في كل جامعه يعني في كل جامعه ياخدوا 10%. وما خدوش مننا في معظم الكليات،
وحصل كل الكلام ده واحنا اتكلمنا في اكتر من برنامج ومفيش حل مفيش. طيب انتوا بقى مخطتكم ايه؟ محدش عبركم؟ احنا محدش عبرنا. طلعنا رئاسة الوزراء يا فندم كتبنا مذكرة اللي احنا حصل بيه بالظبط عشان كويس. طلعتوا عند مين في رئاسة الوزراء؟ رئاسة الوزراء قابلونا تحت خدوا مننا الشكوى. احنا طلبنا استغاثة اللي احنا خلاص يعني مستقبلنا بيضيع واتكلمنا اكتر من مرة مفيش حد بيقف بيبص لنا بحسين اللي احنا يعني مالناش حق في البلد. يعني احنا يعني واخدين قدوة الرئيس لينا اللي احنا منسيبش حقنا. ده حقنا احنا عايزين المفروض اللي هم يدونا حقنا. ده اللي احنا طالبين. طب كتبتوا مذكرة في مجلس الوزراء؟ كتبنا مذكرة في مجلس الوزراء بتاريخ 10 بتاريخ 10 رئيس يعني الوزراء يعني بقى 6 أيام مثلا. بعديها بيومين قالوا لنا تعالوا بعد يومين واحنا هنرد عليكم. جينا بعد يومين قال لك لا استنى 10 ايام بعد الانتخابات. طب احنا كده اصلا عدى قد ايه من وايه دخل الانتخابات بعجزة كده؟ مش عارف مفيش اي حاجه مفيش حد بيتواصل معانا. رئاسة الوزراء احنا طالبين استغاثه المفروض هم بيبعتوا بيشوفوا ايه اللي حصل. ما هم يبعتوا للاستاذ عطا. استاذ سيد عطا المشكله عنده اساسا هو مشكله عنده استاذ سيد عطا. اما يبعتوا له هو فهو يقول لا انا اديتهم حقهم. عايزين احنا حد ينزل. مين السيد سيد عطا ده؟ السيد عطا مدير مكتب التنسيق على مستوى الجمهوريه. هو اللي في هو اللي عامل لنا مشكله يا فندم. استاذ سيد عطا ده لا ما تقولش كده عشان ما نبقاش بندين الراجل. تمام. لكن هو عنده حل المشكله؟ عنده حل المشكله. طب ليه بتقول ان هو قد يكون متسبب في المشكله؟ ليه يا فندم؟ هو اللي بيحصل المفروض رئاسه مجلس الاعلى للجامعات بيبعت انا عايز عدد في الكليات عدد معين. كويس. هم بيقسموا العدد دوت على 90% للسنه والعام و10% لينا. كويس. ده المعروف. طيب هو بقى ادى 90% للسنه والعام فين احنا بقى ال 10%؟ مفيش. طب يا فندم جايز يكون ادى لكليات معينه. مفيش يا فندم ده قانون. ازاي يديها لكليات معينه؟ وفي كليات كتير يا فندم ما خدتش 2% في كليات ما خدتش 3% وفي كليات بتقول اللي احنا عندنا مقاعد كتير فاضيه احنا بقى رحنا سالنا مستعدين ياخدوك ومستعدين اللي عايزين بس من من الوزير اللي هو يديهم اللي ايه اللي هم ياخدوا. طيب احنا بقى ايه نحاول بكره عشان النهارده الجمعه اجازه احنا بقى. واتكلمنا مع اكتر من حد وحاولنا نوصل صوتنا يعني رئيس الجمهوريه يعني احنا مش عارفين هنوصل لمين تاني يعني رئيسة الوزراء ما حدش وصل لنا. عايزين رئيس الجمهوريه يعني يبص لنا. احنا هو بيقول لنا ما حدش يسيب حق احنا مش هنسيب حقنا. الناس بتنزل كل يوم يا فندم وبينزلوا بننزل بالاعداد كبيره الناس كلها مظلومه يا فندم. احنا الافات احنا مش عدد 20 طالب ولا 50 طالب احنا الافات وحقنا معروف باين في 1 2 3 وقلنا المشكله فين وعايزين ايه. احنا ليه بحسونا ان احنا ملناش لازمه؟ لو حاسين ان احنا ملناش لازمه قولوا لنا. احنا يعني انتوا عمالين تقولوا هنرتقي بالبلد وهنعلى بالبلد. طب هتعلوا بالبلد ازاي وانتوا مش مدينا حقنا؟ احنا لينا حق. الحق معروف وباين. احنا بنتكلم على حاجه معينه. احنا عايزين ال 10%. احنا مظلومين جدا ما بنتعامل معامله وحشه جدا بنتعامل معامله انت طالب فني. يعني ايه انا طالب فني؟ انا بقالي 5 سنين بدرس والحمد لله بجيب مجاميع والمعظم الطلبه اللي بتنزل دي جايبه مجاميع 90% و85 في ناس جايبه 80% عايزه كليه. انا مش عايزين يخشوا معاهد محترمه. هم كل الموضوع دوت يعني بيعملوه عشان المعاهد الخاصه يعني من الكليات الخاصه المعاهد الخاصه تاخد ناس تبقى مصلحه. الله 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 استنى 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 هو الموضوع ده يعني ممكن يكون ايقاف هذه الاوراق من اي شخص ايا كان يعني عشان تروحوا معاهد خاصه. معاهد خاصة يعني في بدائل خاصة مننا 10,000 و90,000 في بدائل خاصة و 5,000 و8,000 الطلبة مش معاها تدفع الكلام ده. وغير كده اللي احنا لينا حق انت ماشي دينا حقنا وبعد كده قول لنا خش معاهد خاصة الباقي ده. وكمان المعاهد الخاصة مش بنروح معاهد معينة بيقول لك احنا خلاص اكتملنا دي المعاهد الخاصة كمان يعني احنا ربنا بالهم والهم مش راضي بينا اساسا. يبقى اذا المعاهد الخاصة مش محتاجة حد. يبقى اذا ما نقدرش نقول بالشكل ده. لا في معاهد بتقول انا خلصت انا خدت النسبه بتاعتي. وفي معاهد عايز من كتر ما ايه يا فندم من كتر ما لاقوا اللي العدد كبير عشان ما فيش كليات حكوميه فكله بيتجه ايه للمعاهد الخاصه عشان مستقبله ما يضحش. معظم الناس بتعمل كده من كتر ما خدوا ناس بيقولوا خلاص احنا استكفينا في معاهد معينه قالت استكفينا يعني احنا مش هنلاقي تعليم خالص. يعني احنا يعني انا ليا يا فندم صديقي والله العظيم يا فندم اول امبارح توفى من كتر يعني هو ما عندوش ولا بيشرب اي حاجه ولا اي حاجه من حالته النفسيه وتعب وقعد 3 أيام في المستشفى توفى. انتوا عايزيننا نعمل ايه؟ نتاجر في المخدرات زي ما بيقولوا؟ نعمل ايه؟ احنا عايزين عايزين نبقى متعلمين فاهمين عايزين نكون متواصلين مع المجتمع عايزين نكون لينا اسمنا. احنا انا طالب فني يا فندم في طلاب بيقول يعني لما كنت قاعد مع وزير التعليم العالي قال لي ابراهيم نسبه نجاح الطلبه 1% عشان من طلاب الفني. طب في ناس طلبه كتير كانوا في ثانوي عام. حد قال لي برضو كده. طب يا فندم ان هم بينجحوا في هندسه ودخلوهم ويسقطوا مش دي مشكلتنا ويا فندم في طلاب كتير ثانوي عام كانوا جايبين 90% واستنوا دخلوا معاهد فنيه عشان يوصل لهندسه. هو عايز يوصل لهندسه فطلاب كتير
وفي طلاب فني عندنا يعني متفوقين جدا. طب ليه انتوا يعني تعملوها يعني بالطريقه دي؟ دلوقتي مساله ان هو نتائجهم ما بتحققش قوي دي مش قضيه حد. هم ياخدوا حقهم اللي بيقروا القانون والدستور، بعدين هم بقى ينجحوا يسقطوا دي مش قضيتنا. واحنا هم قضيتهم هم. واحنا يا فندم يعني مش عارفين نروح لمين تاني، احنا رحنا لكل الناس. احنا بدانا اللي احنا نستغيث بالاحزاب اللي هي نازله لتنتخب من كتر مش لاقيين، واستغاثنا بحضرتك يعني الحمد لله حضرتك يعني كل ما بنجي لك حضرتك بتوقف معانا، بس احنا مش عارفين نعمل ايه. احنا نعمل ايه؟ احنا المفروض والله يا ابراهيم ولا احنا إيه؟ كمان عارفين نعمل اللي احنا ننزل نتظاهر. بيقول لك ممكن يا ابني يقولوا عليك اخوان، ممكن مستقبلك يضيع بسبب اللي انت بتنزل، اللي انت ليه تنزل تشتكي؟ لا لازم تاخد تصريح. يا فندم مش بنتظاهر، احنا بنعمل وقفه احتجاجيه عايزين حقنا. لازم تاخد تصريح. انا مش بعمل تظاهر يا فندم، انا بنزل قدام الوزاره. ايوه وفي الشارع لازم تاخد معلش في قانون الشارع طبعا دي. طبعا يعني في احنا نازلين مش بنتظاهر، موافق عليها مش موافق عليها مش قضيه، احنا نازلين مش بنتظاهر، احنا نازلين جايين عايزين حقنا. ادينا حقي وانا همشي، انا مش عايز اكتر من حقي، انا طالب ال 10%. طيب ويعني سمعت ابراهيم وايه يا فندم؟ اتمنى ان يكون في حد من الساده عايز يقول ايه في حضرتك ايه يعني لما كل ما اروح لحد يقول لك الوزير مش في ايده حاجه. امال مين اللي في ايده حاجه؟ هو في كل حاجه بايد ربنا. يعني كل دعوه بيدعيها عليك او الاستاذ سيد عطا او على الوزير او اي حد مسؤول على المشكله اللي احنا فيها دي، كل دعوه ام يعني هتبقى عليك انت، شوف هيحصل لك ايه. مفيش اكبر من ربنا، احنا ظلمنا ولينا حق وكفايه كفايه ظلم كفايه، انتوا عايزين تعملوا فينا ايه تاني؟ احنا عملنا كل حاجه. لو المسؤول يعرف قيمه دعوه الام هيكهر يعني ينزل دلوقتي يطلع. احنا كلنا بندعي، احنا كلنا بندعي، احنا اعداد كبيره. طيب يا فندم احنا حوالي 90,000 طالب، اما طيب نبقى مهمشين للدرجه دي. والدتك موجوده ربنا يديها صحه. ايوه يا فندم كله بيدعي. تركز في صلاه الفجر النهارده، كله بيدعي يا فندم. اخبطهم دعوه والله يا فندم، لدرجه اللي هم يعني شايفين الغلط وعارفين الغلط، وتاكد ان ده غلط وانا اكدت له قدامه قلت له يا فندم ده غلط. طيب هو اتاكد. طيب فبيخرج من الموضوع. معلش معلش نديهم فرصه، ندي السيد المسؤولين. وفي حاجه ثانيه يا فندم اللي هو يبقى عارف يقول لك ازاي وزير التعليم العالي، ازاي وزير التعليم العالي ما عندوش حل؟ ازاي ده الوزير بيقول لك هو ما فيش ايده اي صلاحيات، ازاي وزير التعليم العالي ما عندوش اي صلاحيات؟ امال هو شغال ليه؟ لا يمكن في هذا الامر بيحكمه قانون او بيحكمه حاجه زي كده. طب هو قانون، انا مش طالب سيبنا حاجه سيبنا غير القانون. نتامل وسيب زملائي بكره يتاملوا مع في مكتب السيد الوزير. وانا بشكرك ابراهيم حسن المتحدث باسم الطلاب الفنيين. انتبه شاب غاضب زعلان هو وكتير. انتوا كام واحد؟ احنا يا فندم اللي بينزلوا حوالي 1200 طالب. اللي بينزلوا من محافظات، من جميع المحافظات. لا يعني. الطلبه اللي مطلوب يخشوا في الجامعات عددهم قد ايه؟ احنا مش احنا عايزين حقنا، مش عايزين عدد كام بالظبط. احنا ليه انا ليا 10%؟ اديني ال 10%. الطلاب بتنزل يا فندم كلها من جميع المحافظات. احنا بننزل. طيب. احنا رفعنا. بس انت رغي قوي، اسكت بقى، ده مش عايزين نسمع الشيخ خالد بقى. والله يا فندم ابراهيم اسمعوا، ابراهيم اسمعوا الشباب من فضلكم، اسمعوا الناس من فضلكم، خلينا نسمع بعض عشان ان شاء الله الايام اللي جايه ان شاء الله بعون الله هتكون ان شاء الله احلى. بعد الفصل نلتقي بعمنا ومولانا معلمنا الشيخ خالد الجندي. شكرا يا ابراهيم. شكرا جدا يا فندم. بعد الفاصل اللقاء الاسبوعي مع فضيله الشيخ خالد الجندي.